فتاة التجمع تشعل مواقع التواصل. إشادات وتضامن مع الفتاة. انتشرت مقاطع الفيديو كالنار في الهشيم وتحولت إلى هاشتاجات وأوسمة عديدة. شارع محمد الحبوب هاشتاج فتاة التجمع استطاعت تصدر الترند على جوجل وتويتر. وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف منا، إذا شادت الكثيرات بجرأتها وعبرن عن دعمهن لها أمام وابل الانتقادات والشتائم والتهديدات التي تعرضت لها، كما لاقت الفتاة تشجيعا واسعا من الرجال. على موقف انا شايف ان انا ما غلطتش فيه او ما ضايقتش حد فيه، ولما هي قالت انا متضايقه انا قلت لها يعني انا اعتذرت لها بشكل لائق وخدت بعضي ومشيت ما ضايقتهاش، وانا شايف ان انا ما عملتش حاجه غلط. انا يعني كل قلت لها ان احنا تعالى نشرب قهوه بدل ما انت واقفه في الشارع، اللي رايح واللي جاي بيضايقك. ان هي فعلا كان شكل كان الموضوع شكله ملفت جدا، فانا خدت بالي منه فقلت لها ده ما اعتقدش ان انا غلطت في حاجه يعني. وانا شايف يعني اتعاملت مع ناس كتير واتعاملت مع اجانب كتير وسافرت بره كتير، وما اعتقدش ان انا عملت حاجه غلط او ان انا ضايقت حد في حاجه. انا كله قلت لها ان احنا ممكن نشرب قهوه مع بعض لحد ما هي تبقى بتعمل حاجه بدل ما هي واقفه في الشارع، وما اعتقدش ان انا غلطت في ده، وما اعتقدش ان الموضوع حجمه بالشكل ده، موضوع خد اكبر من حجمه بكتير قوي. هجوم وانتقادات. في المقابل هاجم مغردون اخرون الفتاة واتهموها بتضخيم القصة وبالتشهير بالناس دون سبب مقنع الحد قولهم، وبرر اخرون تعرضها للتحرش بان ملابسها كانت غير لائقة رغم انها لم تظهر في الفيديوهات. وجددت الحادثة الجدل حول الفرق بين التحرش اللوظي والغزل المباح. يرى مغردون أن حملات فضح المتحرشين التي انتشرت في العالم أخذت منعرجا معاكسا، ورأوا أن تلك الحملات أصبحت تضيق على الرجل وتعطيه مساحة أوسع للمرأة لتفعل ما تشاء وفق تعبيرهم. وفي الوقت الذي أدرج فيه البعض ما حدث لفتاة التجمع تحت الغزل المقبول، يصف البعض ما تعرضت له بالتحرش اللوطي. وتنظر مغردات إلى حملات فضح المتحرشين على أنها نصرة للمرأة التي تتعرض للعنف اللوظي والمادي في الأماكن العامة. وعابت المتفاعلات مع قصة فتاة التجمع على ثقافة لوم الضحية التي تبرر التحرش الجنسي وتصور الفتاة على أنها المسؤولة الوحيدة لما حدث لها. يعني أكيد ما كنتش ماشي عمالة بصور. هو الحوار بدأ إن أنا مستنية الباص بتاعي عند ميتنج بوينت أون ذا راك، هو قاعد يمشي ورايا أكتر من 3 مرات، عمال طبعا بيرمي في كلام ويتكلم ويلف ويطلع من العربية، وطبعا أكيد زي أي بنت قلقت دخلت سعودي اشتريت حاجة طلعت لف تاني ونزل من العربية وقعد إن هو بيأسك مي فور كوفي. ما عنديش مانع إن هو بيتكلم ان هو بيقفني اوكي مش هقبل او ارفض تمام، بس على فكره هو ما كانش كده بس، لا هو كان عمال بيقلب ادبه، عمال بيرمي في كلام، عمال بيلف ورايا بالعربيه، اكيد ده مش حاجه طبيعيه. الظاهره في تراجع ولكن. وتعرف المحامية فاطمة صلاح التحرش على أنه فعل غير مرحب به، قد يؤذي أو يضايق الفتاة معنويا وماديا. تقول المحامية إن لوم الضحية ثقافة منتشرة في كافة أرجاء العالم وتختلف من مجتمع إلى آخر. وتقول المحامية الثقافة انحسرت وإن كانت ما زالت موجودة ولكنها في تراجع بسبب شجاعة الناجيات من التحرش ورفضهن ترك حقهن والسكوت عن التحرش كجريمة في حقهن وزيادة الوعي بالقانون والأهم تفعيله. وتضيف المحامية انتصار السعيدة مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن ثقافتنا أقوى من القانون، لذلك عادة ما يرمى اللوم على ملابس الفتاة في القضايا المتعلقة بالتحرش. ونوهت السيدة انتصار إلى أن القانون المصري يصنف التتبع والملاحقة على أنه تحرش، وهذا ما حدث مع فتاة التجمع. وأن ظاهرة التحرش قلت في مصر. متابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة
فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس. Oh.